فأنا متواجد كضيف أولا وكمشارك في هذه الدورة ديال 24 اللي تستقبل مجموعة من الأفلام الأجنبية في تقريبا 30 دولة من على الصعيد الوطني والعربي والأجنبي اللي غادي يتحاشوا معاهم مجموعة من القضايا والتصورات والرؤى والمقاربات ديال الأفلام ديالهم. وهذا شيء إيجابي أن الرباط عاصمة الأنوار غادي تعيش مع جو سينمائي لمدة تقريبا 6 أيام من يوم 16 حتى 22. فهذه فرصة للجمهور ديال الرباط ومجموعة من الفعاليات باش يعيشوا مع مجموعة من الأفلام السينمائية اللي يمكن ما تحش لهم فرصة باش يشاهدوها. اللي جميل في هذه الدورة هي أننا كاين تقريبا الجديد هو أن كاين واحد الدورة الأولى لفيلم القصير اللي غادي يكون على المستوى العالمي كذلك واللي غادي يعطي الفرصة للشباب باش نشوفوا تاهما الأفكار ديالهم والتصورات ديالهم والقضايا اللي تتقيسهم وتتهمهم من خلال الأفلام ديالهم والزوايا اللي كيفاش تيعالجوها. فهذا شيء اللي إيجابي. أنا حاضر ومتواجد سواء في المسرح، خاصة أنني متواجد دائما في المسرح لأن المسرح قريب، ولكن التلفازة والشاشة الصغيرة ما يمكنش لك تدخل لها غير هكا، خاصك تدخل لها بأعمال اللي تكون في المستوى واللي غادي ترضيك وترضي الجمهور ديالك، فما يمكنش غير تجي وتتلاوح. أنا بعض الخطرة تنتنقي وتنختار، فلا لقيت أعمال اللي في المستوى ما يمكنش لي ما ندخلش، خاصة أنا دابا كاين في برنامج مداولة اللي تنطلع عليه على الجمهور ديالي وتنبقى دائما متواجد معاهم، ولكن نبغي نتواجد ماشي من أجل التواجد باش يمكن لي غير نتواجد، فهذا ما يمكنش. ولكن ملي يكون أعمال في المستوى بالعكس نتواجد، علاش لا، في كان كرون بليزير أنني نتواجد ونتقرب من الجمهور، ولكن باش نتقرب منه غير هكاك فما يمكنش ليا، والله ما نبقى في المسرح ولا السينما أحسن من ما ندخل لديور الناس بدون استئذان ونعطيهم شي منتوج اللي في دون المستوى. ماشي 100% يمكن واحد 50 ولا 60%، ولكن 50%، ولكن الشيء الاخر ما نكذبش عليك، هذاك الشيء تنتاسفوا كاملين لان ما تيرتقيش للجمهور المغربي، لان الجمهور المغربي تيستحق منا اكثر ويستحق منا مجهود اكثر. فهذا علاش حنا تنقولوا اننا خصنا نرتقيو بالعمل ديالنا الفني وباش نعطيو للجمهور ماده فنيه في المستوى. فهذا هو علاش ما تيخليش واحد المجموعه من الفنانين انهم ما يدخلوش الشاشه الصغيره، لانهم تيخافوا على السمعه ديالهم وعلى الصوره ديالهم وعلى الاسم ديالهم. الانسان اللي تيحترم راسو راه يمكن لك غير عمل واحد في السنه ولا عملين كافي لا كان في المستوى، ولكن باش يمكن لك تواجد في جميع الاعمال راه ما غادي حتى على المستوى الجوده غادي تقل، يعني ما يمكنش لك تبدع في كل الاعمال، ضروري غادي يكون عمل هابط ولا ناقص. فالانسان خصو لا غادي يجتهد على اساس باش يكون في اعمال اللي في المستوى واللي ترضي ذوق المتفرج. فهذا شيء ايجابي، ولكن التواجد من أجل التواجد أنا لا أحب.